ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وانا بقلب على الفيسبوك لقيت شركة هتبقى ظاهرة جنبي دلوقتي، هتظهر لكم كده الشاتنج اللي حصل بيني وبينهم يعني. وبصراحة بعد ما قعدت اعمل معاهم شات، هي شركة متخصصة يعني في التسويق، تكلم عن التسويق تحديدا، التسويق على القنوات يعني على التلفزيون او قنوات يعني وبرامج وكده وبتاع، ويدخلك جوه برنامج وبتاع. انا نفسي تشوفوا بس اللغة اللي كلموني بيها واللغة العربية الخاطئة في كل جملة كتبوها. المشكلة ان الناس دي هما واجهة قدام الكلاينت او الطبيب او اي كلاينت من اي نوع، هما قدام واجهة دول الناس اللي بتبيع. المشكلة الحقيقية بقى ده اسمه تشويه، وده اسمه حاجة تقرف بصراحة يعني. انا اوريكم بس الطريقة، قالوا لي احنا عندنا برامج كذا وبرامج كذا. طب انت فين يا ابني، مكانكم فين؟ قال لك احنا مكاننا في مش عارف في المطرية بعد شوية. طب مفيش مشكلة يعني، ممكن تكون فاتح في اي مكان بس انت كويس. طب انت وكيل مين مثلا يعني، انت ما تعرفش. وانا عشان خاطر انا يعني قريب شوية من قناة النهار، فتقريبا عارف اللي بيحصل ايه على قناة النهار او اللي جوه قناة النهار ايه. فاي تجويد بنبقى عارفينه يعني، واي مثلا برنامج بنبقى عندنا فكرة. لما اقعد في امان الله بقى والاقي حد ملوش اي كينونة ولا صفة قانونية ولا صفة تسويقية ولا اي حاجة بيسوق برامج، هو بياخد عمولة تمام، بس بعت لك باكج بطريقة زفت. انت مش مكلف نفسك تعمل برزنتيشن بتقول للناس احنا بنعمل كذا لا 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 لا، ده هو لطعة كده سكرين شوت من واتساب مبعوت له، واخدها سكرين شوت ويبعتها لك. جميل. انا افهم انك ممكن تعمل الكلام ده لو انا ببيع منتج ايه جملته واقف عليا بستين قرش جنيه ونص، انما انت بتكلمني في فقرة بسبعتاشر الف وتمنتاشر الف وعشرين الف واتناشر الف. يخرب بيتك يا اخي، اتعب شوية يعني اتعب لدرجة انك تخليني احس اني هدفع فلوس مقابل الرقم ده. برنامج ده مواصفاته عبارة عن ايه؟ بيتزع الساعة كام؟ هو مين؟ يعني ايه الشروط اللي حضرتك عشان تدخل البرنامج ده، هيحصل ايه؟ يعني ايه القرف ده يا جماعه بجد، ايه القرف ده؟ وبعدين اللغه العربيه ضايعه، وهو بعت لي وبعت اللغه العربيه ضايعه، كل حاجه ضايعه. معلش، هو ليه الناس بتسال نفسها في الميديا، هو ليه في ناس مشوهانه؟ وهو ده من ضمن التشويه يعني. والله يعني انا مش عارف هحطها لكم هنا تقريبا يعني الفيديو. هو ده منظر يعني يا اخي. كل يعني انت راجل اخترت انك تكون وكيل اعلاني، برافو وربنا يوفقك وخطوه حلوه طبعا، بس كلف نفسك اتعب شويه، كلف نفسك اعمل حاجه شكلها محترم، كلف نفسك وحسس الكلاينت ان الراجل ده هيدفع الفلوس دي علشان يكسب كم المكاسب العظمه دي. انما ايه اللي انت بتعمله ده يعني؟ لا، واحد كان بيعدي بطريقه غريبه. المهم يعني، فانا بصراحه بعد ما خلص الحوار طلبت منه ان انا، طب انا عايز قناه كذا يعني، يلا كلاينت بقى عايز ادخل قناه كذا، قلت له على النهار يعني. فراح قال لي اه طبعا يا فندم متوفر كل حاجه. وانا ابني بقول لك انا عايز طقم بوكسرات متوفر، انا بقول لك هطلع في قناه ايه يعني؟ قال لي اه طبعا متوفر، وعايز برنامج كذا. قام قال لا والله البرنامج ده تحديدا مش موجود يعني، خلص. فاحنا ان شاء الله هنشوف اللي بعده باذن الله. فالفيديو ده نصيحه بجد لاي حد او راجل يعني مستثمر او عنده بروجكت او عنده اي حاجه وعايز يعمل لنفسه يعني اعلان او يتواجد في قنوات او يعمل ماركتنج وده حقه. لازم تختار المكان المحترم او الوكاله او الايجنسي المحترمه اللي ينفع تتعامل معاها، اللي انا ينفع اقول لهم يا جماعه والله انا هطلع عندكم يعني، علشان تبقى ضامن حقك يعني، على الاقل ضامن حقك. انا بقول له انت هتقابلني فين؟ والله بقول له انت بتقابلني فين؟ قال لي هقابلك في المدينه مدينه الانتاج يا فندم، ان شاء الله هشوفك هناك. ايه الجو الرخيص ده؟ انا فاهم طبعا انك انت واخد كوتا معينه او واخد عدد معين من الفقرات فبتبيعها بطريقه ما، ربنا يرزقك
ربنا يرزقك. بس نصيحتي ليك ويعني ونصيحة اعتبرها نصيحة من اخ بقى كبير، من واحد بيفهم عنك، من انك مشوهنا كلنا، نصيحة ليك: اتعب شوية في شغلك، نظف شغلك، خلي الكلاينت هو بيشوف شغلك او حاجتك يتبسط، يشوف حاجة محترمة. صباح الفل او مساء الفل. باي باي.